وأساتذتنا يعني الحمد لله يعني وبنعمة الله إن إحنا بنستكمل مع بعض الجزء الثاني الخاص بالديناميك سيميوليشن وعملية البروسيس موديلينج. والنهارده إن شاء الله بإذن الله تعالى ومني وتوفيقه نعمل أبلايد كيس ستادي وهي أندر أوبريشن لمدة حوالي 5 سنوات، وتعتبر هي البيجست يعني سكيل كدوميستيك ويست ووتر تريتمنت على مستوى الميدل ايست، اللي هو سواء كان المينا ريجون النورث افريكا او على مستوى الجي سي سي او على مستوى الارب كونتريز. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على النبي الامي الكريم الذي علم المتعلمين والمعلمين سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. الحمد لله الذي من عليه بكرمه وفضله بهذا اللقاء، ونسأل الله أن يكون في رضاه، والحمد لله الذي تتم به الصالحات. طبعا احنا نحب نستهل هذا اللقاء في هذه الجمعة المباركة من شهر شعبان. افتح الشير لو سمحت يا باشمهندس محمد. مفتوح الشير ديسيبل. نحن هنعرف الأول، احنا عندنا الكومبوننتس الخاصة بسيستم بيسمى الاي كيس. الاي كيس طبعا هنتعرف عليه، ايه مفهوم الاي كيس وايه مفهوم السيستم بالنسبه لنا، وهو التطبيق التصميمي بتاعه كديزاين مانوال، وبعد كده ازاي ان احنا نقدر نعمل سيميوليشن ونعمل بروسيس موديلنج ليه. فان شاء الله ان نقول ان الاي كيس طبعا نستهل بايات الله من الكتاب الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، صدق الله العظيم. طبعا الاي كيس تعتبر من ضمن التكنيكس اللي هي مشابهة للاس بي ار أو السيكوينشال باتش رياكتور. والاي كيس الحقيقه تعتبر من ضمن التكنيكس اللي ممكن نعمل فيها اكتر من 6 انواع من البروسيس موديولز في نفس الوقت. تاني حاجه الاي كيس ممكن ان احنا نعمل لها ستريمينج، بمعنى ان احنا نقدر نشتغل على فلكتويشن في الفلو، وكمان فلكتويشن في السبستريت، وزي ما عرفنا السبستريت في الحلقة الماضية ان هو التلوث العضوي الدايب في المية اللي هو بيقاس عن طريق البي او دي اللي هو الاكسجين العضوي الممتص من البكتيريا خلال 5 ايام عند 20 درجة مئوية، او عن طريق اكسالت الاورجانيك والانورجانيك سبستريت اللي هو الكيميكال اوكسجين ديمات. طبعا لابد ان نعلم ان برضو ان هذا السيستم يعتبر ليه فيتشرز معينه، وهي تلاؤم السيستم مع اختلاف درجات الحراره ومع اختلاف درجات الحموضه او القلويه الالكالينيتي او الاسيديتي. طبعا عشان نقدر نعمل ادابتيشن لهذا الفلكتويشن لابد لينا من سايكل، يعني دوره. الدوره دي بتبقى اوتومايزد، يعني بمعنى ان احنا بنعمل سكيدا سيستم او بنعمل كنترول معين بحيث ان نستخدم البي ال سي في التايمينج. بعد كده هنشوف الدروينجز بتاعت الاي كيس، ايه هي الدروينج اللي ممكن نشوفها كسكيماتيك دروينج او كجايد للبروسيس، ونشوف الاريشن سيستم بتاعه، ونشوف تصميم هاو تو ديزاين ذا اريشن سيستم، ودوت ابلايد على كل الاريشن سيستم اللي هي في الويست ووتر. بعد كده هنشوف الكنترول عن طريق السوبرفايزوري كنترول والداتا اكوزيشن باستخدام السكيدا، وبعد كده باذن الله نتناول الكيس ستادي ال 120,000 متر مكعب، وبعد كده نشوف الباي وين كبروسيس سيميوليتر اقدر استخدم السوفت وير ازاي اعمل موديلنج وازاي اعمل سيميوليشن، وبعد كده هنشوف جوده الميه الخارجه من السيميوليشن عشان نقدر نعمل بريدكشن او التنبؤ. وطبعا العلم لله سبحانه وتعالى، وانما بعلم الله وبقدره يمكن ان احنا نعلم بعض الايه المواصفات الخاصه بالميه، ونشوف الاستادي تور. فبسم الله نبدا ان احنا نشوف اول حاجه بالنسبه لنا الاي كيس سيستم الفيتشرز بتاعته.
طبعا الايكياس هو عباره عن يعتبر بنسميه continuous sequential batch reactor. continuous sequential batch reactor. والباتش رياكتور ده معروف من زمان اللي هو الكونفنشنال اللي هو الدفعات اللي بتتم في الرياكتور، سواء كان بعمل فيلينج او اعمل ميكسينج او اعمل بعد كده فلوكيوليشن وكويجوليشن وبريسيبيتيشن، وممكن اعمل بعد كده الاريشن وبعدين اعمل سلاج سيتلينج او اعمل سلاج سيباريشن وبعدين اعمل ديكانتينج ان انا اخد الايه التريتد افلوينت واطلعها من السيستم. لو بصينا على الايزومتريك فيو في السيستم هنلاقي عندي حاجه اسمها البري رياكت زون، والبري رياكت زون زي ما احنا شايفين كده هي عباره عن منطقه بيتم فيها الكاستمايزيشن بتاع الانفلوينس، وبعد كده في ممكن نعمل فيها الدوزنج لو هنستخدم كيميكال دوزنج للفوسفيت ريموفال فور انستنس، وبعد كده بنخش على المنطقه الثانيه اللي هي منطقه الايه الرياكتور. والرياكتور الحقيقه بتتقسم ثلاث مناطق وهنشوفها مع بعض، اللي هي منطقه اللي بيحصل فيها الاريشن والستيميوليشن او الحث للبكتيريا والجروث، والمنطقه اللي بيحصل فيها الريموفال، والاخر منطقه اللي بيحصل فيها السيباريشن او اللي بيحصل فيها فصل الميه الرايقه او الميه الكلير عن السلاج. طبعا السيستم دوت بيتنت لشركه سانيتير. شركه سانيتير دي كانت تتبع اي تي تي اندستريز، واي تي تي اندستريز الحقيقه حاليا اشترتها شركه من عده سنوات اسمها زايلم. فنقدر نقول ان هذا السيستم يعني يتبع تكنيك بريتش اوريجينالي، والبريتش الحقيقه اضافوا فيها الفلوتينج. لو احنا بصينا كده الفلوتينج ديكانتر، ان انا انزل الديكانتر واقدر من خلاله اخد الميه الرايقه. لو بصينا كمان في السيستم نقدر ان احنا نستخدم السيستم كشيب كريكتانجلر سيستم، والغرض من الريكتانجلر سيستم ان هو اعمل بلاك فلو. ان انا اعمل ايه بلاك فلو، بمعنى ان انا اعمل موضوع ستريمينج، والستريمينج ده بيخش من البدايه هنا وبيتم زي ما احنا شايفين في الجزء دوت ان الديكانتر بيبتدي ينزل عشان ياخد التريتد افلوينت بعد الاريشن. لو بصينا بمرحله السيباريشن اللي هو الجزء الاخير هنلاقي الميه بقت كلير وحصل سيتلينج للسلاج، واقدر بعد كده البايب هي عباره عن بايب بيرفوريتد، والبيرفوريتد بايب دي بتنزل تعمل ساكشن للووتر على مسافه لا تتعدى ال 40 50 سنتي. يعني انا بعمل ساكشن للبالك فوليوم اللي هو التوب لير. لو بصينا على الاريشن سيستم كهولو تانك هنلاقي تحت فيه الديفيوزرز، والديفيوزر دي بتبقى فاين بابل اير ديفيوزرز، وطبعا متوصله باير بلاور، والاير بلاور سايكرونايزد مع الكنترول، بمعنى ان انا بقيس الدي او وبقيس التمبريتشر وبقيس البي اتش وبقيس كمان اللي لو عاوز اللي هي الالكالينيتي او ان انا اقيس الايه درجه الايه وجود الايه الكالسيوم بايكربونيتس عشان موضوع اللي احنا قلنا عليه بتاع الديناتريفيكيشن. برضو ممكن استخدم السيستم ان انا اقيس السبستريت، ان انا اقيس السي او دي او اقيس الفوسفيت. طيب السايكل عباره عن ايه بقى؟ السايكل زي الاس بي ار عادي جدا، بس بسمح للفلو اثناء الباتشنج. بمعنى ايه؟ يعني السيستم بيبتدي يشتغل ان انا بملى الجزء بتاع الانلت تشامبر اللي هي البدايه دي، وبعمل سكريننج وبعمل جريد ريموفال في اللي هي الانلت تشامبر دي. بعد كده بخش على الاريشن سيستم واعمل فيه الثلاث مراحل اللي هي عباره عن ريموفال اوف اورجانيك ماتر اللي هي بنسميها ريموفال اوف كاربونيشس بي او دي عن طريق البكتيريا، ونعمل النيتريفيكيشن زي ما اتكلمنا في الحلقه الماضيه بتاع 27 مارس ان انا اقدر اعمل اوكسيدايزنج للامونيا لنيتريت، والنيتريت بالنيتروباكتر والنيتروسمونانس اوصل للنترات ال NO3، والنترات نقدر نعمل لها
تكسير كملح دايب الى غازين، غاز الاكسجين وغاز الايه النيتروجين. مرحله السيتلينج او اللي بنسميها اللي هي سيباريشن او كلاريفيكيشن، لسه ببتدي اعمل فصل. هنلاقي الميه الرايقه بانت باللون اللي هو اللبني او الازرق، والسلاج تحت بان باللون الاصفر او الاورنج. مجرد ما يحصل سيباريشن ببتدي اعمل السايكل بتاع الديكانتنج. الديكانتنج ابتدي انزل ار، الارم ده بينزل بيعمل ساكشن للتوب لاير بتاع التريتد افلوينت اللي هي ال 30 سنتي او ال 50 سنتي. طيب لو احنا بصينا مع بعض كاي كيس، هل اقدر استخدمه كبيولوجيكال نيوترانس ريموفال؟ طبعا الاجابه هو اكفى الانظمه ككونفنشنال، مثلا اكتيفيت سلاج او اكستندد ايريشن كسسبندد جروث، اقدر استخدمه في ازاله النيوترانس. وطبعا كلمه ازاله النيوترانس ان انا اوصل لازاله الملح الدايب النترات اللي هو تكون نتيجه لاكسره الامونيا الى ملح النيتريت وبعدين ملح النترات الدايب وبعدين الدي نيتريفايرز او بكتيريا الاختزال اللي هي تقدر ان هي تكسر الملح الدايب وتحوله لنيتروجين، واخد الاكسجين اللي هو طبعا NO3 فيبقى ايه NO3 يبقى N2 وO2. الO2 بقى يبتدي يعمل ريليز يغذي السيستم، يقلل لي كميه الهواء اللي طالعه من الايه من الايريشن سيستم، فبالتالي اقدر ان انا اقلل كميه الهواء المطلوبه الاكسجين ابتيك ريت. لو استخدم الفوسفورس ريليز اقدر اعمل الفوسفورس انطلاق للفوسفورس في خلال المرحله الاولى اللي هي بعد الانليت زون، واقدر بعد كده في الايريشن الاوكسيك زون اللي فيها الاكسجين اعمل امتصاص. زي ما احنا قلنا ان الفوسفيت ببتدي اكسره واحلله لاورسو يعني احادي، وبعدين اروح اعمل عمليه امتصاص في مرحله الاوكسيك او مرحله الايريشن. الايكياس الحقيقه يعتبر هو تو زونز، والتو زونز دول هنلاقي ان هم البري اكت زون اللي هي المرحله اللي تسبق التفاعل، والمين رياكت زون. والمين رياكت يقصد بيها مرحله الايه الايريشن تانك. الفلو خلال الفتره دي ما زي الاس بي ار القديم اروح مدخله على ستريم تاني، لا بسمح بدخول الفلو. ليه؟ لان الفلو بيخش من تحت، فبالتالي ما بيعمليش تيربلانس من فوق، فبالتالي اقدر اعمل الرياكتور لثلاثه زون. الزون التحتانيه ان انا اعمل الايه استقبل الفلو، ريسيفنج للفلو اللي هو الروسيوج، وهيخش على الايه البري اكت زون اللي هو غرفه المدخل. وفي نفس الوقت انا بعمل البكتيريا بتمتص الاكسجين وبتقوم بازاله المواد العضويه الدايبه البي او دي والسي او دي والتوتال اورجانيك كربون، وفي نفس الوقت بعمل مرحله النيتريفيكيشن لاكسره الامونيا، وبعد كده اقدر اعمل امتصاص كمان للفوسفيتس البي او 4، وبالتالي الاسنتوباكتر تشتغل معايا، وفي نفس الوقت الدي نيتريفايرز تشتغل، دي نيتريفايرز الاختزال النترات، والبكتيريا اللي هي الاوكسدايزنج بتاع الكربونيشس بي دي تشتغل معايا، والنيتريفايرز اللي هي النيتروس مونانس والنيتروباكتر تشتغل معايا. طبعا الايكس يعتبر هو سمبليفايد بروسيس، ولكن انا بقول ان هو يستوعب من ضمن المميزات بتاعته، يقدر يستوعب اللي هو الشوك لود. بمعنى ان انا لو عندي خلال الصيف ارتفاع في الويست ووتر فلو، بمعنى لو انا السيستم متصمم على 20,000 يجي لي بيك فلو، مش بيك بقى اورلي يعني خلال اليوم، لا هو بيك ديلي يعني خلال يوم من ايام اغسطس في فصل الصيف بيرتفع استخدامات الميه، فبقدر اوصل الى ايه ان انا البيك بيوصل 2.5 3. فلو السيستم 20,000 اقدر استهلك ميه توصل ل 60,000. الحاجه الثانيه ان انا بشيل البرايمري سيديمنتيشن ما بحتاجهاش، فبالتالي بوفر في السيفل وورك، وبشيل كمان السكندري
كلاريفايرز، ما محتاجش خزانات الترصيب النهائي. يبقى اذا انا كده كسيفل وورك وميكانيكال وورك اقدر اقلل في الميكانيكال ووركس ان انا مش محتاج البامبس بتاعت الايه؟ بتاعت الريتيرن سلاج، ومش محتاج كمان للكباري بتاع الايه؟ الكلاريفايرز، ومش محتاج للبرايمري كلاريفيكيشن زي في الكونفشنال سيستم. بقدر اعمل ريديوسنج للكونستراكشن في الكابكس. كمان ان انا نتيجه لعدم استهلاك للميكانيكال بارتس والالكتريكال بارتس بتاع الكلاريفيكيشن سيستم في السيستم التقليدي للحمقه اللي هو زي الاكتيفيت سلاج، اقدر اوفر في الاوبريشن والمينتنس. يبقى عندي الفيتشر الاولانيه ان انا استخدمت شوك لود اقدر ديزاين تو اكوموديت 6 تايم ديزاين فلو. الفيتشر الثانيه ان انا قدرت ان انا اعمل نيتريفيكيشن دي نيتريفيكيشن فوسفورس ريموفال وكربونيشس بي او دي. الفيتشر الثالثه قدرت ان انا اقلل في الفيزيكال كومبوننتس بتاعت الكابكس اللي هي الكابيتال اكسبنشرز اللي هي تكلفه الكونستراكشن، ان انا شلت البرايمري كلاريفاير والسكندري كلاريفاير والبامبنج بتاع السلاج، وكمان الاوبريشن والمينتنس كوست الرننج كوست اللي هي الاوبكس الاوبريشنال اكسبنشرز قلت. كمان ان انا اقدر اعمل اما يكون عندي حوض واحد يبقى سهل قوي في المينتنس، فهو سمبلستي ان ايه ان اوبريشن اند مينتنس. الديكانتر كمان يعتبر من ضمن الادفانسد انجينيرنج اللي موجود، ان الديكانتر ده ما بيتعرضش لاي مشاكل، زاد ان الديكانتر بينزل فلوتينج، فبالتالي ما بعملش تيربلانس زي الكباري اللي موجوده في الايه الكونفشنال سيتلينج تانكس. كمان الفلو بيمر عن طريق وير، يعني الماسوره فيها كريست والوير بيخش كووك واي بيخش يقدر يوصل، فبيدي كلاريتي بمعنى ان جوده المايه المنتجه بتبقى عاليه جدا عن المايه المنتجه بالسيستم العالي. وممكن كمان استخدم اكتويترز ونعمل اوبريشن ونعمل حاجه اسمها فاريبل فريكوانسي درايف. وطبعا احنا عارفين ان كلمه الفي اف دي او الفاريبل فريكوانسي ان البامب مثلا هي عباره عن موتور وعباره عن امبيلر. الامبيلر بالار بي ام بتزيد بيقدر يعمل فلو اعلى والهيد بيزيد. فطبعا الفلو بيزيد الهيد بيقل، يعني تبقى علاقه عكسيه. طيب اللي انا وانا غيرت الار بي ام عن طريق ان انا غيرت الحث اللي موجود في الملف بتاع الموتور، فبالتالي الموتور هيدي ثلاث سرعات او اربع سرعات، وبالتالي التغيير في الاندكشن بتاع الماجنتيك فيل يقدر يغير في الميكانيكال بارت بتاع الايه بتاع السنترفيوجال امبيلر، وبالتالي اقدر اغير الفلو. وممكن كمان ان انا بعد كده طالما غيرت الفلو يبقى عندي فلكتويشن مع المانومتريك او التوتال دايناميك. هو برضو يعتبر من ضمن السيستم اللي هي فاميليار قوي مع السبستريت رياكشنز، لان السبستريت رياكشن بيبقى فيها اختلاف جذري وخصوصا في البلاد العربيه نتيجه لاختلاف الويست ووتر كاركترايزيشن. الحاجه الثانيه انه افيشنت قوي لانه هو عباره عن سيميوليشن او ادابتيشن للكونفشنال اكتيفيت سلاج، وهو كابليكيشن لازاله النيوترانس، وزي ما قلنا ازاله النيوترانس ان انا اجيل الفوسفات والنترات. ومن اصعب البيولوجيكال سيستم ان انت ازاي تتخلص من الفوسفات البي او 4 ومن النترات اللي هي الان او 3. وبالتالي يعتبر هاي اوكسجين ترانسفير لان انا بعمل ريليز للاكسجين. برضو استخدام الفاين بابل ميمبرين سيستم يعتبر ادفانسد، ليه؟ لانه الاندستريال ابلكيشن بتاع الايريشن سيستم بتقابل مشاكل في الكلوجينج من السلاج ومن الكروجن نتيجه للسيستمز العاديه. تاني حاجه التمبريتشر السيستم دوت نتيجه ان احنا استخدمناه في الخليج كان درجه الحراره 33 درجه، فبالتالي كان في تاثير على الاي بي دي ام او على الرابر بتاع الفاين ديفيوزر. فبالتالي ان لو احنا استخدمنا نوعيه الممبرينز اللي بتستخدم هنا بتاع الاي بي جي سانيتير هنلاقي ان هي تقدر ان هي اكوموديت مع التمبريتشر العاليه وكمان الاسيديتي.
طبعا هنا بيبقى عندي البريميتر بتاع الديسك ديفيوزرز، ودي بتبقى في يعني ايه ستينلس ستيل ماتيريالز انتي كوروجن، وبالتالي الفابريكيشن بتاعها بيبقى هيفي ديوتي وانتي كوروجن. اي بي جي او الاي بي جي كنترول هم عاملين ستيت اوف دي ارت انه عملوا السوبرفايزري كنترول وعملوا داتا اكويزيشن باستخدام السكيدا، واصبح ان هذا الباتنسي دلوقتي عادي جدا وكل الناس تحصل عليه. وبعض الناس بتسالني دكتور احمد استاذنك بس هقطعك، في شخبطه موجوده على الشاشه. دي هنشيلها دلوقتي عن طريق الايه الانوتيشنز. شكرا دكتور. الحاجه الثانيه ان احنا نقدر ان نعمل اكوموديشن للسايكل زي ما نشوف، ان انا طبعا لما يكون عندي سايكل زي يعني احنا كلنا نعرف زمان في حاجه اسمها السولونايد فالفز، لا انا هنا التكنيك بتاعي هيبقى كنترولر عن طريق شيب، ويبقى اقدر استخدم كمان الار تي اف يونت. الناس اللي بتستخدم طبعا اللي هم بتاع الاي سي اي الانسترومنتيشن والكنترول الار تي اف، ان انا اقدر اشغل السيستم واخد بالك كريموت، واقدر استخدم ابلكيشنز عن طريق البيت، ان المدير يقدر يخش على الاتش ام اي اللي هي الشاشه عن طريق برنامج مثلا زي وندر ان تاتش. وكنا بنعمل ايه الوندر ان تاتش، مجرد ان انت بتعمل تاتش بتقدر تعمل ايه اكتويشن او بتقدر تعمل اوبريشن للسيستم. طبعا من ضمن برضو الحاجات المهمه في السيستم ان لو انت بصيت خلي بالك الاروز، يا ريت كل الناس تركز الاروز اللي داخله منين، عباره عن هو ده على فكره النو هاو، يعني هو ده الباتنسي بتاع اي بي جي. واي بي جي الحقيقه احنا اتعلمنا منهم سنه 1988 هذا الموضوع، ان ازاي ان انا ادخل الفلو من تحت مش من فوق. فبالتالي انا لما ابص كده الاقي ان البايوماس اللي انا تركته من مرحله الديكانتنج هو اصلا في المنطقه البوتوم لير. الله، طب يبقى معنى ذلك لوكالايزد اوف بايوماس ومدخل السبستريت. طب ما هو ده النو هاو بتاع الازاله، ان انا ازاي اعمل تجانس ما بين كتله البايوماس اللي هي البكتيريا النشطه واخليها ان كونتاكت مع المواد العضويه الدايبه في الميه اللي داخله السبستريت سوليبل، بعمل ان كونتاكت مع البايوماس اللي هي اوريدي سيتلد من السيبريشن بتاع السلاج. طيب يبقى اذا الحاجه الثالثه بس اللونجيتيودينال فلو، ما بستخدمش انا بقى زي الاكتيفيتد سلاج موضوع ان انا ايه ان انا طبعا هنا ما بستخدمش موضوع اللي هو السيركيوليشن، لا انا هنا بستخدم البلاك فلو، يعني السيستم يفضل ماشي طول السيستم للاخر. فبالتالي انا هنا بقدر مش كومبليت، هو كومبليت ميكس، يعني بيحصل كومبليت ميكسنج، يعني انا بخلط البايوماس مع السبستريت، ولكن هو في نفس الوقت هو بلاك فلو جيومتريكال فيتشر، بمعنى ان الريكتانجلر بيزن طويل لدرجه ان انا بيعمل مرحله الايه مرحله الرياكتنج بتاخد ايه زمن. يعني كابسط الموضوع ده ان انا بطول مسار السبستريت عشان تفضل البكتيريا تتغذى، زي واحد ماشي معاه شنطه فيها اكل والناس عماله تنتش منه، قطط بتنتش منه، الراجل ده لما يمشي مسافه كبيره القطط دي هتقدر تاكل 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 لغايه ما الشنطه تفضل. لكن لو الراجل ايه قصر المسافه وراح ركب ووقف عن المشي ايه اللي هيحصل؟ الاكل اللي معاه كله مش هيتاكل ويتخطف من الايه من القطط. القطط دي هي السيميوليشن بتاع البايوماس بكتيريا، والاكل اللي الراجل شايله دوت هو ده السبستريت اللي هو التلوث العضوي اللي نازل في الميه واللي انا عايز ازيله، والراجل دوت هو الفلو. يبقى اذا هنا الكارير مع البايوماس مع السبستريت هما تريانجل. يبقى اذا لو انا خليت البايوماس مع السبستريت وجود الكارير في لونجيتيودينال فلو مع الميكسينج هقدر اعمل جود سيبريشن. والمشاكل بالنسبه للاكتيفيتي سلادج يا جماعه اللي شفناها على مدار 25 سنه
اكتر من 300 محطه المشاكل بتاعتها اللي هي موضوع الميكسينج والسيباريشن وموضوع السلاج بالكينج وموضوع الفومينج وموضوع كمان اللي هو الديد زون. يعني في حته في ديد زون هنا مش هيقدر يحصل عندي ديد زون لان الفلو كله يعتبر ايه؟ الفلو كله يعتبر لونجيتيودينال فلو، فبالتالي انا ماشي في اتجاه الطولي اللونجيتيودينال بتاع البيزل. تاني حاجه الدرو داون، انا باخد الجزء، شوف اللاير لو تبص تحت في السكشن هنلاقي السكشن اللاير لونها ازرق هو اللي بيعمل لها سكشن، وبعد كده البافر زون، وبعد كده السلاج بلانكت. يبقى اذا انا هقسم السيستم لثلاث لايرز، انا مش هنزل الديكانتر اللي هو الفلوتنج ده الا على الدرو داون، فما اقدرش ان انا اغمره زياده عشان ما ينزلش البافر زون. طب السايكل دي هتتم ازاي؟ السايكل دي ممكن تتم في 4 ساعات، ممكن تتم في 6 ساعات، حسب السايكرونايزيشن. فانا لو بصيت على ان اي تي سيستم اللي هو بتاع الاي كاس النورمال سايكل، اقدر اشتغل في موضوع ان انا اعمل بري رياكتنج، وبعد ما اعمل بري رياكتنج هعمل اريشن، وبعد ما اعمل اريشن هعمل سيتلينج، وبعد ما اعمل سيتلينج اعمل ديكانتنج او اعمل عمليه يعني درو اوف اسحب الميه وارجع اعمل اريشن تاني. لو بصيت في السايكل اللي هناك، وقفت اريشن تبدا سيتلينج، وقفت سيتلينج على السطر الثاني تبدا ديكانتنج اللي هو باللون الازرق. يعني انا عاوزك تفرق معايا اللون الاحمر البينك ده تهويه، ده مده زمن التهويه ساعه، واللون الازرق الديكانتنج اللي هو مده الفصل اللي هي بتاعت اللي ايه سحب الميه الرايقه ده ساعه، واللون اللي هو الستريبس ده المتخطط دوت السيتلينج او السيباريشن الترصيب. يبقى انا عندي يا جماعه 4 كومبوننتس، اريشن اريشن ساعتين، ديكانتنج ساعه، سيتلينج ساعه، يبقى دي 4 اورز. كل بيزن هيبتدي يشتغل، كل بيزن من البيزن دي عندي بيزن 1 بيزن 2 بيزن 3 بيزن 4. يبقى اذا انا عندي 4 ستريمز، لو محطه زلاليه بتاعتنا ال 120,000 كل بيزن بياخد 30,000، كل بيزن كل حوض ياخد 30,000. فاحنا دلوقتي لو في طبعا بعد كده على الشاتنج تقدر تحط ايه بالنسبه لك اي استفسار عن موضوع السايكل. طبعا السيستم بالنسبه للسايكل ميزته في حاجه، ان لو اتغير طبيعه الفلو وتغير طبيعه السبستريت اقدر اغير طبيعه السايكل بحيث ان انا اعمل ريموفل. طيب بعد كده كمان لو انا بصيت على الكلام دوت كدروينج، طبعا مهم قوي ان احنا نعرف الدروينج دي السكيماتيك دروينج. انا محتاج ايه كميكانيكال؟ محتاج اللي هو الاريشن ديفيوزرز، ومحتاج الاريشن بلاور، ومحتاج الانفلوانت بايبنج، ومحتاج الديكانتر اللي هو اللي بينزل فلوتنج، ومحتاج الويست، الويست اللي هي المضخه اللي هتشيل السيربلس او الاكسس سلادج اللي هو اوريدي بعد السلادج ريتينشن تايم بعد حوالي 18 يوم او 14 يوم او هنا في السيستم ده بعد 12 يوم اقدر اطلعها بره. ومحتاج ايه كمان يا جماعه؟ طبعا الناس الميكانيكال محتاج ميكسر. طب الميكسر هي بروبولر تايب ولا بانانا تايب؟ يبقى الفلو عمودي على الميكسر وليس في اتجاه الميكسر. لو الفلو في اتجاه الميكسر يبقى بنسميه فلو بوستر، ان هو زي في الكاروسيل بقدر ازق الفلو وازود سرعه الفلو. لكن لو الميكسر من الجنب عمودي بيربنديكولار على اتجاه الفلو بزاويه 90 درجه يبقى ده للميكسينج اللي بتخلط الكيكه مع الايه؟ مع البيض. لو انا نزلت الخلاط اللي هو من الجنب يبقى انا بعمل عمليه الميكسينج. لكن لما باجي افتت الموضوع بتاع الايه؟ السلاري زي الايه؟ البيج العجان الكبير، بعمل لونجيتيودينال، يعني بعمل ايه؟ بوستنج. هنا نفس العمليه بالنسبه للسلاج، اقدر احط الميكسر على اليمين او على الشمال حسب البوستنج. ومحتاج طبعا اوتوماتيك كنترولر للاير فالف عشان يفتح امتى ويقفل امتى، ومحتاج بايب عشان تخرج. يبقى انا قللت، ما عنديش بقى لا ريتيرن
activate sludge pumps ولا عندي telescopic valves ولا عندي scrapers ولا عندي bridges ولا عندي كمان الاكسسوارز اللي بتركب في الاريشن تانك. واخد بالك؟ الحاجة التانية ان انا عندي بالظبط 8 من الصفوف في كل بيزن، فبالتالي قللت كمان الجزء بتاع الميكانيكال اريتورز، وبالتالي قللت الرننج كوست بتاع الكهرباء، وقللت الكربون فوت برينت اللي هو تصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون نتيجه تشغيل البلاور لساعات اكبر. طيب نشوف بقى البلان. دكتور احمد في سؤال من باشمهندس فريد، ممكن ناخده ولا احنا نخلي الاسئله لسبب يا ريت نكتب الاسئله باشمهندسين والاساتذه والدكاتره ونعمل لوج في الاخر. تمام. ليه؟ عشان نقدر نلغي الموضوع ده ونرجع للسلايد. اكتب رقم السلايد ونرجع ليها. تمام. طيب ماشي. اهم حاجه نبص بقى يا جماعه باذن الله على البلان. البلان دوت ديتيلد دروينج للاربعه بيزن. طبعا احنا ما بنشغلش الحقيقه اقل من ثلاثه بيزن، بس انا السيستم بفضل لو انا هستخدم مثلا 20,000 يبقى 4 في 5، لو استخدم 80,000 يبقى 4 في 20,000، او السيستم بتاعنا اللي هو ال 120 4 في 30. طيب ادي الايكياس بلاورز 2+1. هو الحقيقه كلمه الستاند باي في السيستم هي كلمه غلط، هو البلاور بيشتغل ولكن عدد الساعات اللي بيشتغلها البلاور نمبر 3 اقل من يا مصطفى خليل، بلاش تحط لو سمحت اشارات، ان احنا عدد الساعات اللي بتشتغل بتاع الاير باور، لو ان البلاور ده اشتغل 8 ساعات يبقى الستاند باي ده اللي احنا بنسميه ستاند باي ده بيشتغل ساعتين ثلاثة. فاهمين؟ فموضوع ان لما اجي اقول 2+1 يعني 2 فول اوبريشن و1 اللي هي لو اوبريشن. الحاجه الثانيه ان انا اخش على الاير كنترول فالفز اللي هي بتتحكم، بيبقى عندي كل بيزن ليه مين هيدر وكل هيدر عليه مين كنترول موتورايزد، ويبقى عليه ترانسميتر والترانسميتر عليه سيجنال طبعا عشان يقدر ينقل الانالوج سيستم. طبعا اللي احنا بنشتغل ساعات يعني ديجيتال 01، ليه؟ عشان السيستم يقدر بتاع البي ال سي يستقبل السيجنالز. بعد كده اخش على اللي هي الفلو سبليتر. الفلو سبليتر ده الغرض منه غرفه لتقسيم الفلو على اربعه بيزن. فلو بصينا كلمه فلو سبليتر ده هنلاقي ان الفلو بيحصل ديستريبيوشن لبيزن 1 و2 و3 ايكوال ديستريبيوشن. بعد كده اخش على البري اكت زون اللي هي بتبقى عباره عن لا تتعدى 10% من الفوليوم، وممكن احط فيها كواجولانت مثلا فيريك كلورايد لو عاوز، او الم سلفيت زي ما انا عاوز لموضوع الايه الكواجولانت. والكواجولانت هنا في حاله لو انا عاوز اعمل ريموفال باي ايه باي بريسيبيتيشن باي سيديمنتيشن، ان انا ادوب الكواجولانت مع اي سولت وبعدين يعمل اتحاد يعمل سيديمنتيشن. بعد كده بخش على الثلاثه رو من الاير او الفاين بابل اير ديفيوزرز، وبلاقي عندي الايه الجزء بتاع الفلوتينج اللي هو الهاي ليفل الارم، وبعدين السلاج بامب اللي هي بتاعت الاكسس سلاج، وكمان الدي ووترنج اكتويتور والفلوتينج ديكانتر، بالاضافه طبعا للميكسر اللي على الجنب ده لو شايفينه قبل الايه قبل البامب. قبل البامب في ميكسر. بعد كده بعمل تجميع للفلو واخش من الافلونت. هل انا محتاج لام بي ار؟ هل محتاج لترش؟ لا. ليه؟ السيستم بيطلع 3 4 بي او دي سسبندد سوليد 5 ماكسيمم 6، يعني هو يعتبر تيرشري تريتمنت في وان كومبوننت. ماشي. طبعا ايه النو هاو موجود والديزاين بتاعه موجود، وفي اي وقت نقدر نساعد اي واحد في ان هو يقدر يعمل تصميم، لان احنا عندنا ابتداء من 10,000 متر مكعب لغايه اكبر سيستم 400,000 متر مكعب. يعني عندنا لغايه النو هاو لغايه 400,000 متر مكعب.
طبعا 400 ألف متر مكعب لو أنت بتتكلم على 200 لتر بير كابيتا سيويج فلو، يعني أنت بتتكلم في 2 مليون. يعني طبعا الناس بتتعامل بالبوبوليشن ايكويفالنس، فالمتر مكعب ايكويفالنت ل 5 ايه كابيتا، خمس أشخاص. في بعض البلاد زي مصر بنحطه لست أشخاص. فلو قلنا ست أشخاص في 400، 2 مليون و400 و2 مليون ونص، ويستقبل كمان بيك فلو 4، البيك فاكتور 4، يعني ال 400 تبقى 1000 ايه، تبقى 400 1000 يعني 1,600,000. طيب بعد كده نقدر نبص على الكومبوننتس بتاعت الممبرين. ده اللي انا عايزك تفكر فيه التصميم بتاعه. والحقيقه احنا معانا ناس ميكانيكا لهم، انا شايفهم واعرفهم شخصيا، فيبص على الممبرين ديسك وازاي الرينج بتاع الممبرين ديسك والممبرين ديفيوزر والفلو كنترول والتشيك فالف، ويبص على الكانتليفر، وكمان ازاي موضوع التورك، لان اهم حاجه في الممبرين يا جماعه والديسك ديفيوزر ازاي ان انت تعمل الايه البريفنشن للتورك. ليه؟ لان طبعا التورك لما يوصل هيعمل تويستنج على البايندنج سيستم. فازاي اعمل سنترلايزيشن للديفيوزر واركبها، اعمل لها ماونتنج اثبتها يعني في الكانتليفرز، وان انا اخد التورك فورس اللي تخش عليها تقدر ان هي تستخدمها. وده الايزومتريك فيو بتاع السانيتير بوزيتيف اللي هو بنسميه لوكينج سبلاين جوينت، ان الجوينت بتاعتنا تعتبر ايه من ضمن اللوكت، فتلاقي ان هي السليفز بتاعتها وداخله ان جوينت معاها. ولو بصينا على السيرفيس هنلاقي الفاين بابل، وازاي ان الايه مفيش عندي بابل بلوينج، فبالتالي البابل بس لو ممكن تاثر بالماوس على الصوره عشان في احد الساده الزملاء يعني عايز يبص. حضرتك بتشاور على ايه؟ انا بشاور على دي. تمام ماشي، بشاور على دي وبربطها هنا اهو بالظبط، وبربطها بالجزء ده. خلي بالك يا جماعه هنا في الجزء ده هنلاقي فاين بابل اريشن تانك. الفاين بابلز لابد ان انت تبقى السطح بتاع الاريشن ما يحصلش فيه تيربلنس، بيبقى عباره عن فيه هدوء للبابلز، تبقى فيري فيري فاين بابلز، وده نجاح الاريشن. لان البابل بتطلع من تحت بعمق 4 متر لغايه فوق، فلو البابل ما اتكسرتش وحصل لها بنسميها بابل ديسيبيشن، بنسميها بابل ديسيبيشن. يعني ايه؟ يعني البابل بتبقى موجوده في تحت الفورس. ازاي البابل يحصل لها اضمحلال وتفتت حتى تتلاشى القطر بتاع الفقاعه عند سطح الماء؟ هو ده نجاح الاريشن سيستم. مش ان انت بقى تبتدي تدرب زي في الجماعه بتاع الام بي بي ار، يضخ الهواء تلاقي الممبرين الاريا يعني الميديا اللي هي زي المكرونه دي ولا الكور طلعت بره السيستم. لا يا جماعه، ده انت مهم الذكاء بتاعك هاو تو ديسيبيت الكايناتيك انرجي اللي هي بتعتبر كي في في سكوير على 2 جي من الايه، من البوتنشال اللي هو الليفل بتاع الديفيوزد اير بالنسبه للسطح الاستاتيك، ازاي تحول الكايناتيك لديسيبيشن. والانرجي ديسيبيشن اللي هو ترانسفير للكايناتيك انرجي ويذن البلك اللي هي فلويد داينامكس. يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده يا جماعه؟ يعني كتله الميه اللي هي خزان الميه اللي فيه البايوماس والسبستريت يقدر يمتص الهواء من خلال الفقاعات، ان انا اعمل اندثار او تحلل او تشتت لهذه الفقاعات خلال عمق الميه من انطلاق الاير ديفيوزر. الاير ديفيوزر تبقى على بعد 30 سم من السطح، يعني الاير ديفيوزر دي تبقى على بعد 30 سم وبتدي تطلع، يبقى قدامها للديكانتنج 3 متر و20، وعندك البفر يبقى عندك 2 متر 80. طيب والسلاج يبقى دي 70، يبقى اذا النهارده انا 2 متر و10 عاوز اعمل الهوموجينيوس او التجانس بين البايوماس وبين الايه السبستريت واكون الفلوكس.
واعمل بقى الايه سيميلاتينيوس نيتريفيكيشن دي نيتريفيكيشن بي او دي ريموفال اند فوسفيت ابتيك. افهم الحته دي ازاي اعمل تجانس للبايوماس خلال طبقه التجانس للتفاعل مع المواد العضويه الداخله اللي هي البي او دي والسي او دي والامونيا والفوسفات هي دي السبستريت مع البايوماس اللي انا البكتيريا اللي نشطت وتكاثرت وصلت للساتوريشن وخدت منها في السيباريشن بتاع السلاج مع كتله الميه الكارير. ودي من ضمن التكنيك اللي هي تحتاج السي اف دي اللي هو الكمبيوتيشنال فلويد داينامكس اللي بتستخدمه فلوانت. يبقى اذا انا اقدر اعمل التحليل ده ازاي بدون بايدي باكسل شيت؟ ان انا استخدم الموديلنج بتاع الاريشن اللي هنشوفه بقى بدون من اي حاجه معقده. خلينا ايه بساط احمدي ازاي نصمم الكلام ده فعليا. لو احنا جينا بصينا الاكسجين عباره عن ايه؟ البي او دي ال 1.4 هنا واخدها 1.2 عشان اختلاف السبستريت والبكتيريا، والامونيا 4.6. انا استاذنك بس على الشاشه بس معلش. حاضر. اسف للمقاطعه. جي سوي امبليم سيو باشمهندس محمد، طبعا انت من باريس فطبعا ايه احنا هنظبط لك الدنيا. رجلي دي الله يبارك فيك. ابوتو سيرفيس مسيو. فالنهارده يا جماعه لو بصينا للجزء ده انا الديزاين بتاعي طبعا عشان هم بريتش الجماعه استخدموا البريتش سيستم اللي هو الباوند والفود. طيب انا هستخدم الايه الاكسجين ريكويرمنتس عباره عن ايه الاكسجين ريكويرمنتس؟ الاكسجين ريكويرمنتس يا جماعه اللي هو كلنا عارفين اللي هو ايه الستاندرد اكسجين عند 20 درجه وعند الزيرو ليفل. طيب الستاندرد اكسجين عند الزيرو ليفل واضربه في الايه الثيتا، وطبعا احنا عارفين المعامل بتاع الالفا والبيتا بتاع 0.95 بتاع البيتا، وطبعا درجه الحراره اللي هي الفا والجزء بتاع الجزء اللي هي 0.6 ولا 0.7 ولا 0.8، والسي اللي هو الثابت عند 20 درجه اللي هو 9 درجه الذوبان بتاع الاكسجين في الميه. ومن المعادله دي اقدر اطلع قد ايه محتاج الاي او ار على الاس او ار، يعني الاكشوال قد ايه اكشوال اوكسجين بالنسبه للستاندرد. يعني الميه لو انا استخدمتها عند 20 درجه وزيرو ليفل وسالينيتي زيرو هتستهلك مثلا 100 كيلو جرام. يبقى الاكشوال نتيجه ارتفاع درجه الحراره الميه وارتفاع المنسوب وتغيير السالينيتي، لو استخدمت مثلا ميه فيها سالينيتي يبقى اقدر اوصل ال 100 مثلا كيلو جرام هتوصل 200. يبقى اذا الفاكتور بتاعي 2. فدي طبعا الامريكان سوسايتي اوف سيفل انجينير اللي هو الاسكي عامل فيها هذه المعادله. طيب الحاجه الثانيه ان احنا نقدر نعمل الايه السيميوليشن بتاع الاريشن. طب هل استخدم كورس بابل ولا جيت اريشن ولا فاين بابل؟ قال لك والله الفاكتور ده بيختلف الاي او ار على الاس او ار في الفاين عن الكورس عن الجيت. فهنلاقي ان ايه طبعا ان بالنسبه لي الكورس والايه 0.6 اعلى، فالفاين هتلاقيه مدي 0.4. فاحنا بالحقيقه ريكومنديشن للفاين. بعد كده بصمم الاير بلاور وباخد الاستاتيك هيد بتاعه وبحسب اللوسز في السيستم سواء كان سكندري لوسز نتيجه للفيتنجز او الديفرنس في الاستاتيك هيد، وبحسب الميكانيكال هورس باور وبحسب منها الشافت هورس باور. لو الاير بلاور حسب نوع البلاور بقى انت بتنقل الحركه عن طريق ايه كابلينج عن طريق شافت. المهم بحسب الميكانيكال هورس باور واحسب بعد كده الموتور هورس باور وبعدين احسب الانبوت باور ماشي، وبالتالي اقدر اعمل تشويس للاير بلاور. دي مهم جدا لان الاريشن سيستم ده مهم جدا يا جماعه. الحاجه الثانيه اعمل الانرجي استيميشن. طب انا لو استخدمت الاريشن بالاير باور 60 كيلو وات هيشتغل كام ساعه؟ طب الساعه توتال كيلو وات اور قد ايه في اليوم؟ طب سعر الساعه كام؟ طبعا احنا حاسبين على الدولار 0.07 للكيلو وات اور. لو ضربنا في عدد ساعات التشغيل يديني الكوست اللي هو الاوبكس. بعد اعمل كده يا جماعه اللي هو اللايف سايكل، او انا استخدمت هنا بريزنت وورث اناليسيس ان السيستم هيشتغل كام سنه.
الميكانيكال سيستم بره مش زي مصر 15 سنه، لا بنستخدمه هناك ل 20 سنه، ويمكن بعض الشركات اللي هي في اوروبا وصلت ل 25 سنه. طيب انا عندي الانفليشن ريت 3% دايما في اوروبا 2.5 او 3، وعندي الديسكاونت اللي بيوصل على السيستم ك كوست 7%. لو حسبت ال 10% دي على استهلاكي يبقى انا عندي خلال ال 20 سنه الاير بلاور يبقى 2 مثلا $70,000. طب والكورس بابل 485,000، شوف التكلفه قد ايه. ما هو يا جماعه النهارده التكنيك كله في التصميم، لازم تعمل الانرجي اناليسيس، لازم تعمل اللايف سايكل كوست اناليسيس، اذروايز السيستم بتاعك مش هيبقى ايكونوميك. طيب نيجي نبص للسكي ده هعمل كنترول ازاي بقى على السيستم. يبقى اذا انا محتاج احط سنسورز ومحتاج احط كنترول. طيب والكنترول دي هتبقى في السايكل. طيب لو انا استخدمت سايكل نورمال هبتدي اعمل تشغيل على 120 دقيقه ولا 180 دقيقه ولا اربع ساعات اللي هو اقصى حاجه مثلا 360 دقيقه، واشغل النورمال. لو بصينا في البيزن 1 اللي هو اوريدي مملي، الاير بلاور بيشتغل ازاي وازاي سايكرونايز مع الدي او، الاقي ان الدي او ما بيزيدش عن 2 مللي جرام بعكس السيستمز الثانيه تفضل تضخ دي او 2 و3. تاني حاجة ان في الاريشن بيقول لك انت باقي لك قد ايه على السايكل. بعد كده بيديك الليفل، يبقى لازم احط ليفل ميتر. وبالتالي الاقي ان دي او في مرحلة الاريشن في البيزن 1 2، بان المرحلة الثانية اللي هي تعتبر زائد الفيلنج 0. يبقى لسه ما عملتش اريشن. وبالتالي هتلاقي الليفل هناك المية عليت 14 فوت، هنلاقي الليفل هنا 12. يبقى اذا الديكانتر هينزل امتى؟ هينزل لما اوصل للهاي ليفل، وهينزل على منطقه الايه؟ التوب لاير اللي فوق. طيب لو جينا بصينا على نفس السايكل ازاي ان انا اعمل سايكرونيشن للفالفز، هنلاقي الاوتو سايكرونيشن ان الاوتو سايكرونيزيشن يا اما طبعا ستارت تايم انا اشتغلت 60 دقيقه هبتدي اعمل راننج دي مثلا 140 ثانيه، الدي او زيرو. بعد التايمنج بتاع الاريشن اقيس الدي او الاقي 2، الاقي خلال 40 دقيقه بالظبط حصل الثلاثة لير، وصلت للهاي ليفل، البيزن ليفل توصل 12، يبتدي يعمل سيجنال للديكانتر، الديكانتر يبتدي يعمل اكتويشن للموتور، الموتور بتاع الديكانتر يبتدي يشتغل ستارت اب، يبتدي ينزل الماسوره بتاعه السحب، فكله اعتبر اوتومايزد. ازاي بقى ده النيو هاو النو هاو الجديد؟ النو هاو الجديد احنا ازاي نعمل سيميوليشن. طبعا معظم الناس يعني باي وين هو احنا شغالين عليه بقى لنا 14 سنه، ولكن لازم نعرف ايه هو الباي وين عموما. يعني الباي وين او الجي بي اكس او الويست بتاع الدي اتش اي، الباي وين عملته شركه كنديه اسمها انفيروسين، واحد محترم صديقنا اسمه بيتر دولد، راجل كان مشغال في الصرف الصحي هناك، وطلع وعملت فكره بتاع السيميوليتر. ازاي نعمل بقى تخطيط ان انا اعمل بروسيس سكيم انفلوانس اللي انا شايفينه ده، وانوكسيك وايروبيك وسيتلينج وافلون، ده جنرال يعني. وبعدين ازاي ان انا اعمل سايكرونايزيشن واعمل عمليه الايه اللي هو السيميوليشن للرياكشن، وبعدين ابتدي اطلع ريزلتس. المعادله بتاع الايريشن عندي ايه اللي انا بستخدمه؟ يبقى اذا انا هبتدي اشتغل على الباي وين بهذا الاساس، ان انا اعمل الاول رسم للبروسيس، وبعد اعمل رسم للبروسيس ابتدي احط الايه المواصفات بتاع كل وحده طبعا، وبعد كده احط الميكانيكال بارتس، وبعد كده احط المواصفات بتاعت الايه الكاينتكس. هنشوف دلوقتي. موضوع سهل جدا وموضوع بسيط، والناس يعني اللي هي بتقول ان هو الباي وين صعب، الباي وين سهل. بقدر كمان كتعريف ليه ممكن استخدمه في الووتر، في الويست ووتر، في الاندستريال. هو للاسف اللي بيحتاج لدونجل، يعني الباي وين ما فيش كراك. انا نفسي الدونجل بتاعي انتهى، ابعت لهم يقول لي لازم تدفع، فاحنا ما بندفعش لما يكون في مشروع. لو جامعه والجامعه ديت عندها مثلا اكونت، يقدر ان هو يديك فري لايسنس لاكاديميك فيرجن.
طبعا اقدر استخدم اكتيفيت سلاج انايروبيك بايو جاز دايجستور، اقدر استخدم بي ار يعني اقدر استخدم بيولوجيكال نيوترال سلفر لموديلنج ازاله طبعا السلفر، اقدر اعمل بايو ديجريديشن، اقدر اعمل كاروس سيستم، اقدر اعمل اوكسيدايز الامونيا، اقدر اعمل اناليسز للاوبكس والكابكس، اقدر اعمل كمان اوتوماتيك كنترول السيستم. كمان البايوين الابروتش فيه كنترول ان انا اقدر اخلي المشغل ياخد ازاي الفيتشرز بتاعت التشغيل. الحاجه الثانيه طبعا البايوين يقدر اطلع ريبورت، والريبورت ده يطلع على الوورد او يطلع على الاكسل زي ما انا عاوز. البايوين طبعا محتاج تريننج لمده 8 ساعات للاكسبرت، للسينيور حوالي 12 ساعه، للبيجينرز حوالي 24 ساعه. طيب انا هنا الانترفيس بتاع البايوين لو بصينا فيها هنلاقي ان هو حاطط اهو ادي الرو سيوج وادي النيتريفيكيشن وادي دي نيتريفيكيشن. هنا عامل ميثانول، اضاف الميثانول بعد الايه بعد الدي نيتريفيكيشن ودخل على الدايجستور وعمل هولدنج تانك، وبعدين استخدم الانوكسيك والايروبيك والاوكسيك وعمل سايكل ككونفنشنال سيستم. المحطه دي زي ما احنا شايفينها دي عباره عن 100 طبعا ايه ام جي دي، وفي محطات كتيره تقدر ان انت تخش برضو عن طريق الموقع بتاعهم. الدي او فلكتويشن زي ما احنا شايفينه في كل زون يقدر يعمل لك سيميوليشن للدي او عشان يقلل لك التكلفه، يقدر يعمل كونفيجريشن لاي نوع من السيستم سواء كان في اي بي او سيستم مثلا معقد زي بتاع كيب تاون، او سيستم مثلا زي الاي تو او اللي هو الانيروبيك انوكسيك اوكسيك، وكل من السيستمز ديت ليها موديل والموديل جاهز. برضو دي من ضمن برضو الكومبيرنج بتاع الدي او والسايكرونايزيشن بتاع الباور، ازاي الباور كونسامشن احسبه في الباي وين، وازاي ان انا اقدر اعمل بروبوزد بروجكتس واعرف الايه التكلفه بتاع قد ايه بالنسبه للكيلو وات اور، واعمل الاناليسيس بتاع اللايف سايكل كوست. طيب الحاله الدراسه دي اللي اشتغلناها، ودي اشتغلناها 2015 والسيستم ده شغال حاليا 180,000، بس المرحله اللي احنا شغلناها 120. عباره عن ايه؟ اول حاجه الانفلونت بيخش على 4 بيزنز، كل بيزن A B C D، كل بيزن A B C D، كل واحد من ده 30,000، وكل واحد ليه دي كانتر. وهنا عشان ازيل الفوسفات هم استخدموا الـ FeCl3 او الفيريك كلورايد عشان ازيل الفوسفات بطريقه كيميائيه. وبعد كده بروح جاي بحط الفلول 120,000، بشوف البي او دي بيطلع قد ايه على الافريج، والفولتايل سسبندد سوليدز والتي كي ان والفوسفرس والالكالينيتي بالملي مول، وبعد كده الكالسيوم والمنجنيز والدي او. وبعد كده السيستم بيبتدي يحسب الكايناتكس بتاعته، والكايناتكس دي بيطلع منها طبعا لو انا استخدم دوزنج لاي ميتال يبقى لازم الدوزنج ديت السيستم بيعرفها وبيقترحها الحقيقه. وبعد كده بيحسب كل اس بي ار قد ايه حجمه، طبعا قد ايه الحجم يبقى تعرف الاريا، وقد ايه عمق يبقى تقدر تعرف الجيومتري، وقد ايه ديفيوزرز يبقى تقدر تعرف الميكانيكال سيستم، وقد ايه دي او يبقى تقدر تعرف الاوبريشن. يبقى اذا تمبريتشر مع اوبريشن مع جيومتريك مع ميكانيكال يقدر يطلع التصميم بتاع السيستم. بعد كده بيحسب الايه الاكسجين والبريشر بتاع السيستم وهو شغال، وبيحسب كمان السي او 2 اللي هو الاكسجين كربون دايكسيد والاكسجين مع السي او 2 الكربون دايكسيد والامونيا والاتش 2 والميثين سي اتش 4. بعد كده بيبتدي يعمل الاوبريتنج داتا، وده بالنسبه للانفلو يقول لك والله انا داخل لي لود قد كذا، اللود بقى بتضرب الفلو في اللود ويحصل فلكتويشن حسب الايه السبستريت. بعد كده بيعمل لك الليكويد وبيشوف لك قد ايه الفوليوم اللي انت محتاجه. فاحنا لقينا ان انا محتاج للبيزن الواحد ايه 16,000 متر مكعب. محتاج للبيزن 16,000 متر مكعب. طب هل احتاج اقل؟ قال لك لو الفلو قل ممكن احتاج 11,000. يبقى اذا السيستم هنا بيتغير،
مش زي بقى الفيكس السيستم بتاع الكونفنشن، لا السيستم بيبقى مره 10,000 متر مكعب ومره يقدر يوصل 16,000 متر مكعب. يبقى انت 60% تقدر تزود الفوليوم في نفس الرياكتور. وبعدين تاني حاجه بنشوف السسبندد سوليدز خلال 24 ساعه. السسبندد سوليد ممكن تطلع من 1000 ممكن توصل 7000. يبقى اذا هنا شوف بقى الكونسنتريشن جوه الاس بي ار 7000، يعني ده كام ال اس اس. يبقى اذا ده الجزء بتاع مش السسبندد سوليدز بتاعه السبستريت، لا ده بتاع الايه الميكسد ليكر. الجزء الثاني النيتريت، شوف النيتريت وصل كام؟ 6. ده بعد ما اتاكسدت الامونيا واتاكسدت النيتريت للنيترات، يبقى وصل 6 مللي جرام. وده يعني يعتبر احنا في التريتد افلوان تيرشلي المواصفات بتقول 10، هنا وصلنا 6 او تقريبا 6.5. طب وايه اخبار الامونيا؟ الامونيا الكونسنتريشن بتاعها ممكن يوصل 6 وممكن يوصل نص وممكن يوصل 3 وممكن يوصل 4. طيب بالنسبه للفوسفيت، الفوسفيت عند الريليز، عند الريليز ممكن يوصل 26. وبالتالي كلمه ريليز يعني انا بكسر الفوسفيت الاول، حوله الاورثو فوسفيت بي او 4 از ا فوسفرس از ا بي. طب ازاي هو دخل 12 بيطلع 26 او 28 او 30؟ لان احنا قلنا البكتيريا وبتكسر، وشغل بقى الاسينتوباكتر والانيروبيك بكتيريا والانوكسيك ان انا اكسر الفوسفيت واحليه فوسفيت احادي سهل بعد كده يمتص. الاكسجين ابتيك قد ايه مللي جرام خلال الاور؟ كاكسجين ابتيك ريت محتاج 100 مللي جرام بير لتر بير اور، وساعات ان انا اوصل ل 60 وساعات ان انا اوصل ل 70. يبقى في فلكتويشن الاس بي ار 1 يعني البيزن 1 او الحوض الاولاني، والبيزن 2 والبيزن 3 والبيزن 3 يعني او بيزن سي، وبيزن 4 اللي هو اس بي ار دي. البي اتش اخباره ايه؟ البي اتش زي ما احنا شايفين 6 و7 6 و8 6 و9 يعني ما بيعديش ال 6.5. طب الويستج اللي هو السير بلس سلاج ممكن يكون 5 ممكن يكون 20,000 اعلى حاجه. ده المضخه اللي هي بتعمل ساكشن للسيربس سلاج. طب شغل بقى التي اس اس، التي اس اس ككونسنتريشن انا واصل الى ايه؟ الديكانتنج، ان انا الجزء اللي انا اوصل ل 250 طبعا 250 يعني الجزء اللي انا تحت الايه؟ تحت البفر. يبقى بمعنى ذلك ده الديكانتنج بالنسبه لي، ممكن اوصل ل 55 ممكن اوصل ل 100 ممكن اوصل ل 150 حسب الايه؟ الديكانتنج زون. طب الامونيا بقى كتريتد افلوانت في الديكانتنج هتوصل كام؟ 1. اقصى حاجه ليها 1.5. يبقى دي مواصفات الايه؟ التريتد افلوانت 1.5 امونيا. طيب واخبار النترات؟ 5 او ممكن توصل 4.5. يبقى اذا امونيا 1.5 والنترات 5، يبقى دوت يعني يعتبر يعني ايه نوع من الايه؟ من التريتد افلوانت كتيرشري. طيب وبعد كده يا جماعه بعد كده هنلاقي ان انا عندي الفوسفيت. الفوسفيت اللي هو بالكيميكال بريسيبيتيشن وصل 4 او 3، ودوت بالنسبه للمواصفات 3 كويس. بعد كده الدي او فلكتويشن اللي هي الميه اللي خارجه فيها 2.8 او 2.5 دي او، يبقى اذا نسبه تركيز الاكسجين المذاب عالي جدا. بعد كده هنا الاو ار بي بقى والجزء بتاع السبستريت، ده جزء الحقيقه يعني ايه للبكتيريا، وده جزء البايوفيلم اللي بتنمو على الايه الجزء بتاع السبستريت، وبيدي لك المواصفات بتاعه الفيلم قد ايه الثيكنس بتاع الفيلم، وبيعمل لك الاسامشن بتاع الفوليوم والتمبريتشر. الحقيقه دي المحطه اللي هي عباره عن 4 في 30، وحاليا هي تعتبر 4 في 45، هي 180,000. ودي المحطه ساعه الايه الستارت اب كوميشننج وصلنا فيها للمواصفات دي. ده شكل الحوض وهو بيبتدي يعمل له اريشن، وزي ما احنا شايفين الحوض اغلبه فاضي لان الفلو قليل. احنا قلنا ان كميه الفلو بتزيد من 10,000 مثلا لغايه 16,000،
فدي الكميه دي بتاعت ال 10,000. لو بصينا كمان على الجزء اللي انا واقف عليه ده، ان عندي فيوتشر، يعني الجزء ده عباره عن حوض انا حاطه كفيوتشر، يعني انا مش بشغل كل الاحواض، بقدر اعمل هنا ايه؟ بقدر اعمل فيوتشر، يعني الجزء ده اقدر ان انا اقول ان انا فيوتشر، ان انا احط 3 بلس 1 او 4 بلس 1 او 5 بلس 1، يبقى معنى ذلك ان انا اشغل السيستم على 4 في 30 زائد 2، يبقى اذا بتكلم على 150 الف متر مكعب كافريج، وممكن اوصل 400 الف متر مكعب لهذا السيستم، ووصل فعلا في بعض الاحيان في الصيف ل 420 الف متر مكعب. طبعا من ضمن المميزات بتاعت السيستم ان انا اقدر اغير في السايكل في اي وقت. هنا طبعا انا كنا عاوزين نشوف الميكسر اللي عليه الدايره ده، الميكسر واخد بالك، هنا الميكسر الحقيقه حطيناه عمودي مش من الجنب، يبقى ادي ميكسر وادي البامب بتاع السلادج اهي، وادي الديكانتر اهو، وادي الهيدر اهو، وادي الايه الديسك ديفيوزر اهي، ماشي. يبقى دي كل الميكانيكال سيستم اللي موجوده عندي، فدي طبعا تعتبر يعني الحوض وهو فاضي. الحاجه الثانيه يا جماعه مهم جدا ان انت تعرف ان انت تقدر تعمل باك اب للسيستم، يعني لو انت شغلته عند سيستم معين وعاوز بعد كده في وقت من الاوقات المشغل يشغل الدوره دي في مثلا دوره الصيف، الحقيقه دي 8 دورات ممكن 12 دوره، نورمال سايكل، سمر سايكل، سبرينج سايكل، اتوم سايكل، بيك سايكل، امرجنسي سايكل، مينتنانس سايكل، فوسفيت ريموفال سايكل، عاوز ارمي الميه على البحر، عاوز ارمي الميه للزراعه، يبقى اذا اقدر اعمل كذا سايكل زي ما انا عاوز، ودي من ضمن المميزات. وبكده يبقى احنا يا جماعه انهينا المحاضره بتاعتنا اللي هي خاصه بالمحاكاه الديناميكيه وتصميم نموذج الاي كي اس ل 120 الف متر مكعب، وتم تطويرها ل 200,000 او 180,000، وتستخدم بيك فاكتور خلال السنه لثلاثه او ثلاثه ونص. ونشكركم ونشكر اداره المنتدى الباشمهندس محمد خليفه، باشمهندس وليد السيد، الباشمهندس محمد علي، ونشكر زميلنا الباشمهندس محمد حسن من فرنسا على قيامه كمودريتور في هذا الكلام. واحنا بس 10 دقايق عشان النهارده الجمعه، نقدر نستقبل 5 اسئله، ولكن باذن الله لو في اسئله انا عندي على الواتساب الشخصي بتاعي اقدر ارد عليك في اي وقت. الحاجه الثانيه بالنسبه لللايسنس، ممكن ناخد لايسنس باداره المنتدى لو عملناها اكاديميك لايسنس، ونعمل شرح ازاي الباي وين، بعد كده ازاي ان احنا نعمل اوبريشن عن طريق الكنترول، بعض الناس كتبت لي ازاي اعمل كنترول، وبعد كده نعمل ازاي موديلنج، ان انا بدل ما اقعد احسب كل حاجه احط مودلز، يعني باي وين احنا عاملين عليه 30 موديل، عاوز تصمم اس بي ار، عاوز تصمم مثلا كونفنشنال، عاوز تصمم ام بي بي ار، عاوز تصمم ممبرين بايو رياكتور، عاوز تصمم مثلا اللي هو السيستم الجديد اللي هو بيسموه ايريتد ام بي ار، بعد كده عاملين الدايجستورز، اربعه انواع من الدايجستورز اللي هي بايو جاز، وبعد كده ممكن نستخدمه كمان في ان احنا تعمل سيميوليشن لازاله السلفر لو عندي ميه، او ان انا اعمل سيميوليشن لازاله الفوسفيت، او لو انا عندي برضو ايرن او منجنيز ممكن استخدم هذا، والكنترول لو عايز اشغل اي محطه قبل ما اعمل ستارت اب وكوميشننج استخدم الباي وين كنترولر ان هو يعمل لي سيميوليشن للاوبريشن. واشكركم جزيل الشكر، واتفضل باشمهندس محمد. طيب اول سؤال معايا دكتور من باشمهندس وليد، هل المياه الخام بتدخل النظام بدون معالجه اوليه؟ يعني احنا قلنا يا جماعه ده انا عندي بري اكت زون، انا بزيل اويل، اصل المعالجه الاوليه يعني انا هنا مش عايز اقلل البي ودي زي في الكونفنشن، ليه؟ انا مش خايف على الرياكشن، انا الرياكشن عندي عنده بايو ماس في حاله من الاستيميوليشن رهيبه جدا. فموضوع المعالجه الاوليه ده انا مش محتاجه لسبب، لان انا اوريدي عامل بري ممكن نقول ان هو بري ميكسنج واويل اند جريس فلوتيشن، بعوم الزيوت وبعمل جريد ريموفال، ان انا اقدر اعمل تشانلنج للجريد ريموفال. طيب تاني
تاني سؤال برضو من باشمهندس وليد، بيقول احتياطي في اللثام، هل يوجد حالة صيانة صيانة أي من الأحواض في حال إن النظام شغال بكامل طاقته؟ يوجد ايه؟ بس على صوتك. هل يوجد حالة صيانة أي من الأحواض في حالة إن النظام شغال بكامل طاقته؟ ما خلي بقى، خلي بالك السيستم خلال السايكل انت ممكن توقفه بعد ما تعمل ديكانتينج، ممكن توقف السيستم. لكن صيانه بمعنى ايه؟ انا عندي اربع حاجات، يعني حصل اثناء فتره التشغيل اللي هي حوالي سنتين 2014 2015. رقم واحد ان انا عندي مشكله في الديسك ديفيوزرز، يبقى انا عاوز افرغ الحوض تماما زي ما شفنا الحاله اللي احنا عملنا لها الصوره، وانزل واحد ينزل يشيل الممبرين الاي بي دي ام او الرابر. الحاجه الثانيه بامب حصل فيها مشكله، بقى عندي انا جايد ريل بطلع البامب فوق ما فيش عندي مشكله، او الميكسر بطلعه فوق. الاير فالفز حصل عندي مشكله، الهيدرز او البايبنج سيستم حصل عندي مشكله برضو بفضي واشتغل. طب الفلو اللي هو داخل، احنا قلنا ان السيستم يشيل 3.5، يبقى اذا انا عندي 4 بيزن اقدر ال 120,000 اوديهم على الثلاثه، يبقى بدل ما يشيل يبقى يشيل 40، يبقى السيستم اللي بعديه بيزن 1 ده بيعتبر تريب، كلمه تريب يعني يطلع بره الخدمه، وبيزن بي وسي ودي يشيلوا ال 120 كل واحد 40,000. تمام. في سؤال ثالث، هل يوجد نتائج للمياه المعالجه في هذا النظام؟ ما انا مدي لك كيس ستادي، مدي لك محطه اشتغلت سنتين وطلعت نتائج، ولا انا عارضه لك ده ايه؟ ده عباره عن سيميوليشن لمحطه اندر اوبريشن، يعني ان احنا بعد ما شغلنا عملنا كاليبريشن للموديل، لان الكاليبريشن عباره عن ايه؟ ان انا بعد ما اشغل المحطه بست شهور على الاقل باخد الداتا واشوف الموديل واغير الموديل، يصبح عندي موديل بيتنت للمحطه دي. في واحد اسمه مبارك واحمد رافعين ايديهم اهو. تمام ماشي يا دكتور، انا ماشي بس بترتيب الاسئله من ساعه ما جت. في سؤال ماشي. تاني من باشمهندس محمد بيقول I think some SPR used RAS pump and the two mixer on diagonal line. What is the condition of what is the condition to use RAS pump in addition to second mixer؟ وبص الميكسر، احنا بنختار الميكسر على فكره بحاجه اسمها سي اف دي. في موديل معمول على برنامج اسمه فلوينت للسيستم ده. السيستم ده لما جينا صممناه مع الشركه اللي صممته اتعلمنا منه الحقيقه، ما كنتش اعرفه الحقيقه وما كنتش فاهم فيه حاجه صدقا يعني، وربنا سبحانه وتعالى خلال السنتين اللي قعدتهم مع الشركه ابتديت نفهم منه، وجي انفايرو سيم جم بنفسهم وقعدوا معانا يعلمونا الباي وين للموديل ده، لان كان عارفين الباي وين كنا بنشغله لاي حاجه كده كبرنامج، لكن تعمله كاليبريشن والاوبتمايزيشن وكنترول صعب قوي. فالنو هاو بتاع الميكسر هو عباره عن سي اف دي موديل بتحطه في منطقه بيحصل فيها ان الفلو بيحصل له نوع من البالك، ايه بيسموه بالك هيزيتيشن او بالك موفمنت، فبالتالي ما يحصلش تكسير للفلوكس اللي هي خاصه بالبايوماس مع السبستريت. ودي ممكن نبقى ان احنا نقدر نعمل ايه موضوع السيميوليشن ده. تمام. في سؤال بيقول مهندس عبد الهادي، is nitrogen and phosphorus removal done during filling stage؟ الفوسفيت ريموفال احنا استخدمنا الكيميكال بريسيبيتيشن عن طريق اضافه الفير كلورايد اف اي سي ال 3، والفوسفيت كان داخل 12 بقى 26 وبعد كده نزل بقى 3.5، يبقى دي فوسفيت ريموفال. النترات نزلنا بيها الخمسه، الامونيا ال 40 اتاكسدت اتحولت نترات، والنترات نزلنا بيها الخمسه، يبقى انا عملت فوسفيت ريموفال وعملت نيتريفيكيشن وعملت دي نيتريفيكيشن. تمام. ده كان خمس سؤال، نكمل ولا نبعت الباقي يا فندم؟ والله انا مضطر ان انا يعني انهي المحاضره، استاذنكم. ولو كده كده يا فندم انا هنجمع الاسئله كلها ونبعتها لحضرتك. وممكن نعمل زي شيت لوج. الشيت لوج ده عباره عن طريق الواتساب، بنشوف السؤال
وبنعمل تسجيل لشرح كل سؤال في نفس الايه في نفس الجروب. تمام يا دكتور، بشكركم وبارك الله فيك يا باشمهندس محمد وجزاك الله خير. وان شاء الله يا جماعه حاليا برضو في كيس ستادي موجوده عندنا برضو شغاله بقى لها 3 سنين لحالات تصميم الام بي بي ار اللي هو الموفينج بيد بايو رياكتور. والحقيقه بعض الشركات في مصر بدون ذكر اسماء برضو نفذت هذا السيستم، وفي نوع من الايه يعني الهيئه القوميه نفذته في مصر، وبرضو عن طريق الهيئه العربيه للتصنيع اكثر من مجموعه محطات. وهنعرض لكم حالات الكيس ستادي ازاي تستخدم الام بي بي ار في الانوكسيك زون وفي الاوكسيك وفي الانروبيك، وبرضو ازاي تصمم السيستم بحيث انك انت ما يضحكش عليك الناس الصينيين بتبيع ميديا بس، ازاي تعمل نو هاو للسيستم بتاع الام بي بي ار. مهم جدا يا جماعه ان الام بي بي ار في شركات بتنصب فيه وبتطلع سيستم بتبيع لك ميديا، وانت مش بتحطها بترميها في الايريشن تانك وتلاقي الميديا متضخ هواء رهيب وفي الاخر السيستم يحصل له فيليه. فنوعدكم ان شاء الله احنا عندنا ورك شوبس باذن الله زي ما اتفقنا مع الباشمهندس محمد خليفه ربنا يبارك فيه، والباشمهندس خضر ابراهيم الحقيقه كراجل يعني شركه سول هو السي او يعني هيبقى راعي لخمسه ورك شوبس من ضمنهم البايو جاز، ومن ضمنهم ان مصر حاليا في مرحله انتاج البايو جاز زي مشروع كفر الشيخ وزي مشروع اللي هو في الجبل الاصفر القديم وزي المشاريع اللي حاليا بتتم عن طريق البايو انرجي تبع وزاره البيئه. وبرضه هنعرض حالات السيميوليشن بتاع الانرجي وازاي ان انت تقلل الانرجي، وهنعرض احسن سيستم موجود على مستوى الميدل ايست اللي هم عباره عن 60 محطه شغاله بكفاءه لاكثر من 20 سنه. يعني خدنا 60 محطه وشفنا السيستم بتاعهم لقينا اكفى 60 محطه وسجلناهم، هنعرض ازاي التصميم وان شاء الله يبقى في ورك شوب على ازاي استخدم الاتيفاو الالمانيه في التصميم وايه معادلات الاتيفاو وعمل التصميم بالايد والاكسل شيتس. واشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لك دكتور. وفي بنشكر الباشمهندس محمد خليفه القائم على المنتدى وشركه سول ووتر الراعيه للورشه والباشمهندس وليد والباشمهندس محمد علي. شكرا لحضرتك يا دكتور. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا لحضراتكم يا جماعه لحسن استماعكم.